إذا للحديث عن ملف الانتخابات التونسية ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الصحفي والناشط السياسي التونسي زياد بومخلة. أستاذ زياد، مرحبا بكم. يعني بعد إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، هل ترى بهذه الخطوة أن يعني تونس تسير باتجاه الاستقرار السياسي، أم ترى أن العملية الديمقراطية باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة في هذا البلد؟ هي لفظت أنفاسها للأسف منذ أمد بعيد، منذ انقلاب 25 يوليو وسنة 2021. ما يحصل الآن هو فقط استتباعات ونتائج لما حصل في ذلك اليوم. هذه الانتخابات فاقدة لكل، بلا لون وبلا طعم بلا رائحة، مقاطعة شعبية واسعة لم يستشهد لها البلاد مثيل حتى في عهد الفساد والاستبداد. وبالتالي نحن نتحدث عن أرقام لا تكذب، مقاطعة للاستفتاء على الدستور ولم يذهب إلى حوالي 2 مليون وقليل ونيف، رغم كل المحاولات واستدعاء الناس بكل الأشكال. قبلها كان كذلك يعني الاستشارة الوطنية والتي لم يشارك فيها إلا 500,000، وتأكدت هذه القاعدة اليوم بمقاطعة تقريبا شامل للانتخابات. وبالتالي قس سعيد في مأزق، واضح أنه لفظ من طرف الشارع التونسي الواسع، وهذا نعم. يعني نقطة ارتكاز أساسية اليوم. في السابق كان يحظى بقبول واسع يوم 25 يوليو الماضي، رغم أنه كان انقلابا في ظاهره، ولكن الناس لم تره كذلك في عمقه. لكن نعم. اليوم الناس حسمت أمره، وأظن أنه الرسالة واضحة وبليغة ويجب أن التوقف عندها. ذكرتم أن هناك إقبالا ضعيفا لدى التونسيين في موضوع المشاركة في الانتخابات، شبكات رقابية أيضا يعني قالت ذلك. هنا سؤال، هل فقد الشعب ثقته بالسلطات الحاكمة؟ يعني جاءت سببا للمشاركة الضعيفة من قبل الشعب التونسي لهذه الانتخابات أستاذ زياد؟ نعم، يعني التفسير البسيط والسهل والمباشر والذي يعرفه الجميع، غياب الناس عن صندوق الاقتراع دلالة واضحة لأنهم غير مقتنعين بالمسار الحالي. واضح أن قيس سعيد فشل في إقناع ناخبه وحتى شعبيته العارمة التي تتلقى منها، وبالتالي هو استهلك كل شعبيته. واضح أن الشعب التونسي اليوم أرسل رسالة قوية له ولغيره، أنه من لا يقف عند شعاراته الانتخابية، من لا يحقق التونسيين الرفاهة في قوتهم ومعاشهم، من يغتال الديمقراطية ويمنع التونسيين ويحاكم معارضيه السياسيين بالمحاكم العسكرية، هذا رد الشعب التونسي. الشعب التونسي كان ذكيا بما يكفي، أعطى لقيس سعيد الفرصة عندما ظن أنه صادق وأنه يريد بالفعل إصلاح البلاد، خاصة أنه جاء بشعارات كبيرة. اليوم بعد مضي تقريبا 3 سنوات عن قدومه لقصر قرطاج، الشعب التونسي تبينت له حقيقة الأوضاع، حسم أمره في قيس سعيد كما حسم أمره سابقا في النخبة السياسية السابقة. وبالتالي اليوم الموقف واضح، وأظن أنه الفرصة مواتية من أجل إعادة ترتيب الأوضاع بما يسمح باستدراك ما يمكن استدراكه، لأنه الأخطر من ذلك على الأتراك في ظل هذا العزوف هو وضع البلاد الاستثنائي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والذي يمكن أن ينفجر في كل وقت من الأوقات، خاصة لسلطة لا تمتلك شرعية كافية يعني لقيادة البلاد. كل هذا يهدد البلاد ويجعلها أمام مخاطر كبيرة. في مسألة اعتراضية إن صح التعبير أستاذ زياد، الأحزاب السياسية المعارضة قاطعت هذه الانتخابات، ولكن هناك من يقول يعني أو يسأل، لماذا لم تلجأ يعني الأحزاب السياسية المعارضة أن تخوض في المضمار الانتخابي بدلا من المقاطعة؟ أولا بشكل بسيط جدا، لأنه هذه انتخابات بنيت على مسار انقلابي، وبالتالي هنا لا توجد شرعية لهذا المسار في تفسير هذه الأحزاب. الثاني وهو الأهم، أن هذه الانتخابات وفق قانونها الانتخابي صممت فقط للتصويت على الأفراد، بما يمنع الأحزاب من الترشح بشكل مباشر وبشكل واضح بأسمائها الواضحة. ثالثا كذلك، لأنه قيس سعيد قطع الطريق أمام كل خصومه السياسيين ومنعهم من الترشح بإيجاد قوانين انتخابية مجحفة وفرض التزكيات ومنع كل من لا يريده للترشح أن يترشح. وبالتالي هذه الانتخابات في الحقيقة كانت هي تنافس
التنافس بين محيط قيس سعيد وأنصار قيس سعيد فيما بينهم، وبالتالي فقدت أي فرصة منافسة. فضلا أنه اليوم التحدي في البلاد هو اقتصادي واجتماعي، وأن الانتخابات يعني بصيغتها الحالية لا تقدم شيئا للتونسيين، وبالتالي هي محل استهجان خاصة مع المسار الذي أدى إليه كما قلت في البداية. أستاذ زياد، يعني لو نأخذ تصريح لعضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية التونسية السيد عبد الحق اليزدوري، وصف الوضع في البلاد بعد 25 حزيران 2021، قال بأنه أتعس من السابق، هل تتفقون مع ذلك؟ هل فعلا كانت الأوضاع في تونس قبل ذلك التاريخ ربما أفضل بكثير من الآن؟ قول واحد أن أفضل، وكل التونسيين يشهدون بذلك، يعني على الأقل على مستوى معاشهم كان هناك انقطاع غير مسبوق في المواد الأساسية في السوق التونسية، هناك ارتفاع مشد في الأسعار. صحيح أنه هذا جزء منه مرتبط بالأزمة العالمية، ولكن جزء كبير منه مرتبط بسوء التدبير وسوء إدارة البلاد في المرحلة السابقة، كذلك مرتبط أن الناس ترى اليوم قوارب الموت تزداد، رغبة عدد كبير من التونسيين في الهجرة، حالة من الانقسام المجتمعي، تعليق المفاوضات مع تونس مع صندوق النقد الدولي بعد ما كانت يعني وضعية تونس مع المؤسسات الدولية أفضل بكثير، عزلة سياسية دولية وإقليمية، دخول تونس في سياسة المحاور، كل هذه الأسباب الحقيقة تجعل تونس بعد 25 يوليو بعد الانقلاب أسوأ بكثير، وتنحدر في منحدر صعب جدا، وتحتاج إلى عملية إنقاذ سريعة حتى لا نخسر ما تبقى من يعني توازن البلاد. من اسطنبول الصحفي والناشط السياسي التونسي زياد بومخلا، شكرا جزيلا لكم.